اثبت استعد. مجموعة رافعين علم نحو العلم تقدم. أي استاريه. يتفضل التلميذ محمد باسم لإلقاء تحية العلم. أيها العلم، مش هكذا في عناوين أيها العلم، إننا بك بعد الله نعتصم. جاءت تحييك هذا اليوم معلنة، فافرحوا بك، فانظر هذه الإمام، إن العيون قليلة بما شهدت، والقلب يفرح والأمال تبتسم. إن احتقرت بأن الشعب محتقر، وإن احترمت بأن الشعب محترم. الشعب أنت، وأنت الشعب أجمعه، وأنت أنت جلال الشعب وأعظمه. فأنت عز لمن عاشت سعادته، وإن تموت ماتت الأمال والإمام. هذا الهتاف الذي يعلو فنسمعه جميعا لك مسلم أيها العلم. شكرا. تفضل السيد المدير لإلقاء بعض التوجيهات، تفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم هذا اليوم الحلو الجميل الراقي، الصباح الديواني الحلو المرتب، صباح خير وبركة عليكم وعلى مدينتنا الحلوة وعلى أهاليتكم وعلى الناس الطيبين. رجاء الهدوء شوية، رجاء. اليوم راح نحتفل بيوم النصر العظيم على الأوغاد القتل المجرمين والذين يقفون وراءهم من الدواعش. انتبه على ابني أرجوك. اليوم مميز، يوم مبارك، تحتفل القلوب والمشاعر والأحاسيس كلها بهذا اليوم. ومعنى هذا اليوم النصر يعني شيء كبير، يعني إرادة قوية، يعني شعب قوي مصمم، يعني قيادة حكيمة ومتمكنة. وقبل هذا يعني وجود مرجعية عظيمة وطنية تحب العراق وتحب شعب العراق. هاي العوامل حققت النصر. احنا كطلاب كتلاميذ نريد ايضا يكون لنا دور بهذا اليوم العظيم، يكون لنا دور مثل ما الجندي كان إلى دور والقائد كان إلى دور والمواطن كان إلى دور. احنا كتلاميذ يجب ان يكون لنا دور.
راح تسألني تقول لي شنو هو الدور اللي تقوم فيه بالمحافظة على النصر. هو تحقيق النصر شيء عظيم، والشيء الأعظم هو المحافظة على النصر، ونقطع الطريق على كل من يحاول أن يتحرش بالعراق أو يأذي العراق شعب العراق. دورنا بسيط، ما أقول لك امسك بندقية وروح قاتل. أبوك وعمك وين المدير؟ وين المدير؟ وين المدير؟ هو اللي واقف هناك القاتل يحميلك الهدوء. وين المدير؟ أنت دارك تحمي الداخل بشغلة واحدة بس، أن تجتهد بدروسك وتنجح. حتى المقاتل اللي عنده ابن هناك هنا، هذا المقاتل يفرح ويطمئن يقول ابني راح ينجح، ابني راح يتقوى، ابني عاقل. دائما يطلعوه هنا يقول لك اثنان اجتهادك وتفوقك واخلاقك العاليه وتحافظ على الممتلكات العامه وتحافظ على بلدك. كل واحد فينا الى دور، المعلم الى دور، والتلميذ الى دور، والجندي له دور، حتى اللي الانسان اللي يقوم بتنظيف المكان او تنظيف الشارع او تنظيف المنطقه ايضا له دور. اتمنى ان يعود هذا اليوم علينا بالخير والبركة والنجاح والتفوق الدراسي والتفوق السلوكي، وإن شاء الله نصل إلى نصر، وإن شاء الله أعداء العراق يكونون دائما مدحورين، دائما مهزومين، دائما أذلاء، لأن أبناءكم مرقوا بنفهم التراب وهربوا كالجرذان عبر الحدود. المؤامرات لا زالت مستمرة، والمؤامرة اللي يكره العراق كيف من يشوف التلميذ كتقن يقول العافية إلي حتى البلد يتأخر والمجتمع ما يتقدم. أتمنى التوفيق وأتمنى يعود هذا اليوم علينا بالخير والبركة على بلدنا وعلى هاي واحدة. الشيء الثاني، احنا مثل ما كل خميس نوقف نقول اليوم خميس والصلاة على محمد وآل محمد. باكر الجمعة، والجمعة إلك، الجمعة إلك، زين شعرك، نظف ملابسك، تروح زيارة، تروح خطار، تطلع تونس، هاي الجمعة إلك من الصبح للعصر. يبقى السبت، السبت أنت بالبيت، ولكن هذا السبت هو للمدرسة، تحضر تحاضيرك، وخاصة الخامس والسادس وحتى الرابع. انتم هسه اسبوع امتحانات، تتهيئون للامتحانات اللي راح تجي وراها مباشرة راح يكون عندنا امتحان صحتكم. فأريد الدرس والاجتهاد والتفوق والنجاح والأخلاق والهدوء. وعليكم السلام. يا أبا المعلمين والمعلمين يبارك لكم هذا النصر المؤيد من الله. قصيدتي بعنوان نصر أجمل. يا ابن العراق المتحمل الصعبات، خاف الموت منك ما خفت منك، تعنيت التحاض بالإرهاب والصولات، بنت الطوائف الشيعة ويسنة، ايد الترك والشاجور والطلقات، ايد الثانية ترفع علمنا، ايد الثانية ترفع علمنا. فاطمة ليث الصف الخامس، الصف الرابع آسف، ان شاء الله سنتين الاخر الثاني. والعيد خرجت يوم العيد في ملبس جديد، ادعو لكم اخواني باكمل الاماني، هيا مع عيد نذهب ثم جميعا نلعب، فيومنا جميل وكلنا نقول نحن نحب العيد، نحب ان يعود فكله جمال يحبه الاطفال.
احسنتم احسنتم. مع كلامي مدرسه استعد لابناء الساحه الى الصفوف عاده.